من هنا تبدأ قصتنا الحزينة. القصة التي هي في مدينة بوشنكي، ومن هنا بدأت معاناة أهالي مدينة بوشنكي مع هذا الفيروس اللي نعن جد جدنا. يا أهالي سكان بوشنكي، الحاضر يعلم الغايب. حظر التجوال سيتمدد من هون لمدة شهر، وأي شخص بده يطلع لبرا رح يتخالف 2000 شدة وننزل له تقييمه. قد أعذر من أنذر، والسلام عليكم. لك يا زلمة، كل ما عم نزلوا قرار أبشع من الثاني. أصلاً لا في فيروس ولا في شيء، حكومة بوشنكي ما تخلينا نطلع لبرا مشان يقبضوا علينا مصاري. لك الله وكيلكم، صلي شهرين لا بشتغل. لك منين بدي اجيب 2000 شدة؟ لا بشتغل، لا بلح، لا خبز، لا مي، لا كهرباء، لا وفوق كل شيء دي ازول التقليم كمان. لك يا شباب، هدول الكمامات دبخونا الله وكيلكم، ما عم نحسن نتنفس. لك انا صلي اكتر من اسبوعين بدي اروح على روز هوك مع حب حسين، الله ايمت بده يخلصنا من الحظر ونطلع على مرة. لك يا شباب، الله وهلكيلكن، والله العظيم مليت من هالبيت، والله مليت. اذا تضل بهذا البيت بدي اطقم دموت انا. لك يا شباب، احسن شي نقوم نروح على بيت اب فيكتور. يا شباب ما بتعرفوا بيت اب فيكتور لا عنده لا حق لا مي ولا كهرباء ولا خبز؟ ايه والحلل؟ لا لك عادي يا شباب عادي، يعني الناس لبعضها، اكيد الزلمة ما بده يقلعنا من تم الباب. يلا امشوا يلا امشوا يلا امشوا يا شباب، يلا قوموا يا شباب، يلا يا شباب، يا شباب انتبهوا، هلا شفنا دورية بوشنكي، بسرعة اركضوا اركضوا، بسرعة اركضوا اركضوا يا شباب. لك اخ يا نزار، والله مشغول بالي على حبيبتي، صار لي شهرين ما شفتها. لك ايش بك انت طالع لي فوق الحديد يا زلمة؟ واذا يعني حبيبتك العالم عم بتموت من جوع يا زلمة. لك صار لي شهرين ما شفتها يا زلمة، مع انه بيتها ليك وجنبنا حوالي السكول. لك يا زلمة، انت عقلك وين والناس عقلها وين؟ الناس ما بتعرف امتى بدها تخلص من الحظر ونرجع مثل ايام اولي واحسن. لسه عم تفكر لي بحبيبتك؟ لك ايش القصة؟ العالم كلها عم ترقد على بيت اف فيكتور، ايش القصة؟ والله ما بعرف. ايه والله العالم كلها عم ترقد لهنيك. لك ايش رايك نروح لعندهم كمان نتسلم معهم؟ قوم بسرعة. دي قوم، تعال قوم. لك عجل عجل ليخالفونا 2000 شدة هلا. لك ايه والله معك حق، حق خبز ما في، مو بقى 2000 شدة. لك يا شباب يا شباب، بعدوا عن بعض، لك خلوا مسافة امان بيناتكم. لك بعض خيو، ما في شيء ما في شيء كذابين يا زلمة. بعد من جنبك بدنا نطلع شو عم تسوي ببيتك عم تسوي، كسر البلكون. لك شكلي انصبت بالفيروس، ان شاء الله ما حدا يشوفني ويجي يقرب علي يا رب، مشان ما قعدي حدا معي. لك والله شكلي رح اموت، ان شاء الله ما حدا يقرب علي يا رب، ان شاء الله ما حدا يقرب. لك يا شباب، الله وكيلكم، من كتر ما اني لابس هالكمامه عم بحس حالي داناتي صاروا دانات فيل. لك مو دانات بني ادم. لك ليش نحن شو والله كلياتنا هيك؟ بس يا زلمه، يا زلمه الله وكيلك، عم بشوف الكمامه اكثر ما عم بشوف مرتي واولادي. لك صرت اشوفها بالمنام يا زلمه. لك ايه والله معك حق، معك حق يا زلمه، ايه والله معك حق، كلياتنا هيك. لك اف فيكتور يا اف فيكتور، لك صرنا ساعه بركين عندك على الاسطوح، قوم سوينا برا شاي يا زلمه، ايش عندك بخيل؟ ولك انا شاي انا زهورات، ايش فاتح لكم قهوه؟ انا هون ابوي، لما يضربكم قبل الحظر ما كان حدا بيدوس بيتي، هلا كلكم صرتوا بتحبوني وبدكم تجوا تشربوا شاي وقهوه عندي؟ لك يا شباب، كاني في سياره هون اول بوشنكي يا شباب. وين وين؟ لك نيجي نيجي، الحقوني الحقوني، تعوا تعوا يا شباب. يلا قوموا قوموا يا شباب، يلا شباب، يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب، ايش عم بصير تحت؟ يلا يا شباب، انزلوا معي، انزلوا يا شباب، اما اذا نزلت يخلفونا 2000 شده. لك يا الله خريانه وخريانه. الله الله يا مفرج المصايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايب. الله الله يا مفرج المصايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايب. اصبر العالم مثل الحمير عم تركض علي يا شباب، بعدوا عني، معي فيروس يا شباب، يا شباب انا معي فيروس يا شباب، يا شباب معي فيروس يا شباب، بعدوا عني، لك حدا لحدا ينعدى يا شباب، الله يفوقكم. لا حد يشيلني يا جماعه، يا جماعه لا حد يشيلني، يا شباب انتوا مدنيه يا شباب، بعدوا عني، خلي تجي سياره اسعاف يا شباب. لك بلا مدنيه بلا بطيخ، يلا يا شباب الكل على السيارات، يلا يا شباب، يلا يا شباب، نحن البيكاس المايس هيك وزرانو غنو من الطاناي راي راي. هجوم يا شباب، هجوم يا شباب، هذا مصاب مصاب يا شباب، يلا يا شباب على المشفى، على المشفى.
الكل على المشفى يا شباب، على المشفى شباب، الكل على المشفى، الكل مع المشفى يا شباب، الكل يطحش لجوا، الكل يطحش لجوا يا شباب، معانا معانا واحد مصاب يا شباب، الكل يفوت على المشفى، الكل يفوت على المشفى يا شباب، معانا مصاب يا شباب، صحوا الدكتور يا شباب، صحوا الدكتور يا شباب، صحوا للدكتور يا شباب، صحوا يا شباب، معانا مصاب بالفيروس، معانا مصاب للفيروس، بعدوا عنه يا جماعة، بعدوا عنه، لك هذا مصاب بالفيروس، هلا ما في فيروس ولا في شيء، أصلا ما في فيروس، نحن جايين نساعدك يا دكتور، جايين نساعدك يا دكتور، لك أنا ما بدي مساعدة، ما بدي، هلا بيعديكم كلكم، لك بعدوا عنه، بعدوا عنه، لك انتو مجانين شيء، لك ما في فيروس خيو، ما في فيروس، ما في شيء، نحن جايين نساعد الدكتورة، لك انا ما بدي مساعدة، لك بعدوا عنه، انا ما بدي منكم شيء، بس بعدوا عنه مشان ما تنعدوا منه، لك ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، نحن جايين نساعدك يا جماعة، مات المصاب، مات، شفتوا بعينكم يا جماعة، ده مات يا شباب، بعدوا، بعدوا عنه، بعدوا، لك يا شباب حطوا الكمامات، يا شباب حطوا الكمامات، حطوا الكمامات يا شباب، بعدوا عن بعض، الزلمة مات يا جماعة، الزلمة مات، لك يا جماعة والله نحن أغبياء، ما صدقنا المرض لبين ما انعدينا فيه، لك يا جماعة نحن ما بنعرف نفكر يا جماعة، هذا مرض، هذا مرض، نحن ما بنعرف ايش عم بصير، هذا مانو لعبة، هلأ بعد ما متوا عم بتقولوا على حالكم أغبياء، لك يا جماعة هذا المرض مانو لعبة ومانو مسخرة، هذا المرض موجود عن جد، ديروا بالكم على حالكم، لا تكونوا من الناس اللي ما بتصدق لحتى تنعدى بالمرض، التزموا بالكمامة والتزموا بحظر التجول وأهم شيء مسافة الأمان كرمال صحتكم. ليكني أنا من أول فيلم لهلأ معهم، لاني لابس كمامة ولا التزمت مسافة أمان مع حدا، ولا أصابني فيروس ولا أصابني بطيخ. خرب بيتك، مين أنت ومنين جيت؟ لا تكون هاكر ولاك؟ لك لاني هكر ولا شي، انا المصور من اول فيلم لهلا عم بصورون، تعال هون لقلك مو ضروري الفيروس يقتلك، انا بدبرك على اللوبي ولاك.